أشكر الحكومة الرشيدة على هاي المبادرة، وأشكر وزارة الصحة على إتاحة لنا الجميع ياخذ التطعيم. اسمي فيصل. كم عمرك فيصل؟ 6 years old. اليوم خذيت التطعيم؟ إيه، أنا خذيت التطعيم اليوم عشان أحمي نفسي وأحمي البحرين. والله عشان صحتي. هو طبعاً في هاي العمر إن تكون المناعة أقل، فأهميته إنه هو راجع حق صحتها. يعني أنا وايد كنت أنتظر هاي القرار، يعني إن ينزلون إن التطعيم حق من عمر 11 سنة. يعني أساس تخف الحالات، هما يعني الأطفال أكثر عرضة حق شو اسمه نقل الفيروس. I took the vaccine because if I want to stay safe, I can always use the vaccine, so then I know I won't get the coronavirus. Just for the population, we need to try and get the herd vaccinated, right? So I think we've done a good start with getting the adults and now the 12 to 18s and now the younger kids. I think we're making good progress.